الإدمان عن طريق الجيم، لأن في ناس ومشاهير على فكرة وناس معروفين لينا كلنا ماتوا بالوسائل دي، بس الموضوع مش معروف للناس صحيح كلها. صحيح. فأرجوك يا دكتور معلش ركز معانا مع الشباب على فكرة إن هو بيدمن حاجات معينة وحقن تحت الجلد وأقراص معينة وبتاع، ممكن في الآخر توقف القلب أو تموته. بالفعل زي ما حضرتك تفضلت ان ديت مشكله كبيره جدا ما بين الشباب، والمشكله بتاتي من عدم السؤال والاستفسار. طب انا هاخدت المعلومه او انا هاخد الحقنه ديت مين اللي ادعي لي؟ ومش تحت اشراف طبي. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى حضرتك، ان ده مش تحت اشراف طبي. يقول لك الكابتن فلان ادعي لي. الكابتن فلان والكابتن عمل كذا وعمل كذا، لا طبعا ما فيش الكلام ده خالص. الدليل على كده ان كل المشاهير اللي شغاله دلوقتي وامثالهم طبعا محمد صلاح بما انه سفير حمله الصندوق عندنا انتقاً من المخدرات، ما فيش الكلام ده خالص. ما فيش مش بياخد حقن تحت الجلد ولا الكلام ده. ما فيش الكلام ده نهائي. يعني دي تجاره مخدرات مقننه. مقننه يعني بالظبط. تحت اسم بقى دي انفيتامينات، انا هعمل لك بنيه عضليه سريعه. هم بياخدوها من وجهه ايه؟ انا لسه هستنى اربع خمس سنين لما يبقى عندي قوه عضليه والعضله بتاعتي تظهر. طب انا ممكن خلال ست شهور الحاجه دي تظهر. صحيح. ويجي بقى المفهوم الخاطئ هنا، لان احنا بنسميها المفاهيم المغلوطه، ان يبتدي الكابتن يروج لحته ايه؟ لا ده دي امنه. لا ديت ما تقلقش منها خالص، ده فلان بياخدها، ده مش عارف حصل له ايه. طب انت تبص لفلان ده اللي خدها بعد 3 4 سنين تلاقي عنده مشاكل قويه جدا صحيا ونفسيا واجتماعيا وجنسيا بشكل رهيب جدا، لانها بتؤثر تاثير قوي جدا على كل النواحي خاصه بجسم الانسان. طيب. فالنصيحه اللي احنا بنقدمها للشباب في الموضوع ده، العب رياضه زي ما انت عايز، ادخل في كل المجالات. الدليل على كده الانديه الرياضيه الكبيره. صحيح. والمراكز الشباب الكبيره اللي موجوده عن الحقن والبراشين بتبعد انت عندك اجهزه رياضيه محترمه ومقننه معتمده، اشتغل على الاجهزه دي. لا انا ما يهمنيش اللي بتظهر في جسمهم والعضلات دي بتبقى لو بطل الفيتامينات دي الوقت معين بتظهر ترهلات، تحصل ترهلات ومشاكل كبيره جدا. لكن لو هي مبنيه صح بالرياضه اعتقد ده بيفضل يحافظ على شكله في واحنا عندنا امثله كتيره جدا للرياضيين في هذا الامر، تلاقي اجسامهم صغيره وبنيتهم صغيره ولكن هم داخليا عارفين بيجروا ازاي وامتى ازاي.